أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط مستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعفه واعف عنه وأكرم منزله ووازع مدخله واغسله بالماء والسلين سلطة وبرادة ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دلا خيرا من ظاهره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخل الجنة وعائده من عذاب القبر أو من عذاب النار. الله أكبر. اللهم اغفر لي أنا في حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصاغرنا وقابلنا وزاغرنا وأنسانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تدلنا بعده. الله أكبر. اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلا رحمتك، وأنت ولي من عذاب، إنك كسنا في كسناتي، وإن كان مسيحا فتجاوز عنه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.